أنا هنا طبعاً بمثل هجان كمنتج associate producer. فطبعاً هجان هو فيلم مستوحى من ثقافتنا السعودية، مستوحى من قصة الحب ما بين الشعب السعودي والجمال والنياك وسباق الهجن. فقصة تتكلم عن صبي في 13 من عمره تربطوا علاقة وطيدة مع 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 جمل حقه. فعن طريق هذه العلاقة تجاوز جميع صعاب الفيلم وتسابق على ظهر حفيرة اللي اسمها حفيرة حتى يظفر بحريتها من هذا الاسطبل المتسلط عليها. هذه قصة باختصار. الفيلم من بطولة عمر العطوي، وهو 13 من عمره. عمر العطوي هو أحد المواهب الصاعدة، واللي في الفيلم كان بجانب ممثلين كبار في السينما السعودية مثل عبد المحسن النمر، إبراهيم حساوي، وشيماء الطيب. فكان هذه واحدة من أهدافنا لإنتاج هذا العمل، إن إحنا ندمج ما بين جيلين عشان نطلع بزي ما تقول الجيل القديم يعلم الجيل الجديد، والجيل الجديد يأخذها طبعاً للجيل الذي بعده. وفقط هذا الأسبوع هجان حصد على 6 جوائز، 2 منها جائزة أفضل ممثل لعمر العطوي. فكان في مهرجان الخليج، وكان في مهرجان هوليوود للأفلام العربية. وهذا الشيء نحن يعني نحن نطمح نحن يعني نسويه في كل أعمالنا، إن إحنا نصدر جيل جديد في كل فيلم نحن ندخل فيه كمركز ثقافي، وهذه أحد أهدافنا أصلاً في هذا المركز. طبعاً لي الشرف أني أكون جزء من هذه التجربة الجميلة حقت ليالي أفلام السعودية في المغرب. وطبعاً الحمد لله أنه هجان واحد من الأفلام، وحيكون الفيلم في الحفلة الختام الليلة هجان الكلوزينج موفي. فطبعاً فيلم هجان الحمد لله وأخيراً أخذ تقديره وأخذ مكانته التي يستحقها. فاز الحمد لله بجوائز كثيرة في كثير أماكن سينما، في كثير من المهرجان زي مهرجان السعودي الخليجي ومهرجان تورونتو. فالحمد لله وفاز بأكثر من جائزة، سواء فاز بأحسن ممثل، فاز بأحسن موسيقى، فاز بأحسن صورة. وفيلم حقيقي يعني جدير بال يعني بهذه الجوائز وهذا التكريم. فأتمنى إنه يعجب. والحمد لله طبعاً أمس كمان لما حضرنا في سينما في كازابلانكا، لما كان عرض في كازابلانكا كل الناس عجبها الفيلم وكلهم انتموا لهذه التجربة اللي هي لهذا النوع من التجربة السينمائية اللي هي السينما الكلاسيكية. فأنا مرة فخورة إنه في السعودية في فيلم كلاسيكي من أعلى المستويات. على هو يعتبر صراحة فيلم على مستوى الشرق الأوسط. فيلم أنا وعي دروس ينعرض الليلة في ليالي الأفلام السعودية، والأول مرة هذا العرض في أفريقيا وفي المغرب بالأخص. يسعدني تواجدي هنا جدا، أول مرة لي في المغرب، بلد جدا جدا جميلة وأهلها جدا لطيفين. هذه كمان أول مرة أفلام سعودية تعرض بهذه الطريقة في المغرب، ففي حماس وفي تفاعل من الجمهور اللي حابين يحضرون ويكتشفون إيش هي الأفلام السعودية. أجواء جدا جميلة في ليالي الأفلام السعودية، زي ما قلت هذه أول مرة للأفلام السعودية أنها تنعرض بهذه الطريقة في المغرب. أتمنى أن الجمهور المغربي يحضر أكثر ويكون في تبادل ثقافي أكبر بين السعودية وبين المغرب الشقيقة. إن شاء الله راح يكون في عروض مستقبلية إضافية وبإذن الله.